كان بياخد اكزيستس اكزيستس اوبريتور مهم جدا، وبيعمل عمليه زي جوين، زي جوين بالظبط او شبه جوين قوي ما بين التو سب كويريز اللي عندك. تمام، هو برضه لسه مع السب كويريز. فلو جينا بصينا على اكزامبل، مثلا لو احنا عايزين نجيب بيانات الناس التيتشرز بس يكونوا مديرين في الاقسام، دي اسئله بتبص تكون ربع سطر تخليك تلف على نفسك. خلاص انا عايز كل الايه التيتشرز اللي مديرين في اقسام، مش عايزها بالجوين، عايزها بالاكزيست. عشان اعمل دي، عشان نتعرف على الاكزيست، طب انا بالنسبه لي الكويري الاولاني ان انا هقول لك هات لي يكفي التيتشر اي دي، الرانك ماشي يجي لوحده، هو عايز يجي لوحده، والنيم، وهات التيتشر اي دي عشان بس يهمنا رانك تاني، مش يهمنا عشان الجوين. يا عم ده انت رخم، صغر الشاشه. طيب ماشي، جبنا الرانك والنيم والتيتشر اي دي، سوبر يا دكتور، مش محتاج ان احنا نشوفهم، هجيب لي كله عادي. تمام، في عندي بقى هنا حاجه اسمها ايه؟ اكزيست. اكزيست، وهشتغل على سب كويري جوه اكزيست، اقول له سيلكت كله. خد بالك بقى المره دي، لان احنا علينا مرحله، احنا كنا بنقارن 1 فاليو ب 1 فاليو، وكان علينا شويه قارنا 1 فاليو بليست اوف فاليوز زي ان. خلاص علينا شويه في الاني وفي الاول، ما كانش الموضوع كده، كنا بنقارن ليست اوف فاليوز بليست اوف فاليوز. حلو كده، خد بالك بقى من اكزيست هتعمل ايه. لا ايه، فروم ديبارتمنت. انا قبل ما اكمل كده، قبل ما حتى احط الوير، انا عايزك بس تفكر في شكل الجمله من قبل ما احط الوير، وبعدين خد بالك ده من قبل ما احط الوير. اصلا السب كويري الجميل اللي احنا لسه بنكتب فيه ده هيعمل لي ازمه فكريه، فكريه مش فكريه اللي في دماغك، فكريه يعني من هي دي ماشي. ايه هي؟ ان سيلكت استرك ديت هتبقى عندنا فيها مشكله. ليه؟ حاجه بيوضح لك، لان هي ما بتجيبش ليست اوف فاليوز، تيبل تيبل. طب قلت كده يبقى وصلت تمام. لان هنا مش جايب لي 1 فاليو او كولوم، هو الليست اوف فاليوز يعني كولوم واحد صح. هنا بقى، هنا الوضع بقى مختلف. الاسترسك هنا بقى معناها ان هي بتجيب لي كل الكولومز، فهنا بقى بقارن بتيبل تاني، يعني بقى ماسك الصفحه كلها، بقارنها بالصفحه كلها صح ولا ايه؟ فهنا ده اوبريتور اعلى من الاني واعلى من الاول واعلى من الان. ان بتقارن بليست، الاني والاول بيقارنوا ليست بليست، الاكزيست بتقارن ايه؟ بتيبل، تيبل بتيبل. تمام؟ فبتعمل زي جوين بالظبط. تمام؟ لان هي في الاخر عشان تربط تيبل بتيبل لازم يكون في جوين. صح؟ ما هو تيبل بتيبل يبقى لازم يكون في فورن كي هنا وبرايمري كي هنا عشان اقدر اجيب الايه؟ الداتا الريليتد ببعضها، والا هيجي لي اللي هو الكروس جوين. عارفين الكروس جوين؟ هنجي له كمان شويه. كروس جوين اللي هو بيجي لك كله مع كله. كله مع كله، يعني يمسك كده الريكورد اللي هنا ويجوزه لك مع كل اللي هنا، يمسك الثاني اللي هنا ويجوزه مع كل اللي هنا، ويبقى كل حاجه مع كل حاجه وخلاص، يبقى كده بالنسبه له هو ده الجوين، ما فيش جوين اصلا. هو ركب بس الفيلدز قصاد بعض وخلاص. بس هو ما فيش فهم. ما فيش اساس للربط. هنا هعمل ايه بقى؟ هقول له عارف التيتشر، لازم التيتشر اي دي اللي في التيتشر، خد بالك، يكون بيساوي الديبارتمنت دوت المانجر. احنا طبعا مغيرين الاسماء، ما
ما عندناش مشكله. احنا اللي كنا عاملين كده، كنا قايلين ان احنا مسمين الفورن كي مسمينه مانجر، والبرايمري كي اللي في التيتشر مسمينه تيتشر اي دي. هو هو لو هم تيتشر اي دي مع تيتشر اي دي، بس انا مش بحب كده. تمام، بحب دايما اسمي الحاجات دي بتبقى شكل مختلف، مع انهم نزلوا لنا النيتشر جوين والحاجات دي بتتجوز على طول بالمسميات. بس ما علينا، انا بالنسبه لي هنا قلت لازم يكون تيتشر اي دي اللي هنا. فين هنا؟ في التيبل الاول. التيبل الاول اللي هو ده صح؟ تيتشر اي دي من التيبل الاولاني اللي هو ما قبل السب كويري يكون بيساوي الايه؟ المانجر في الايه؟ في السب الناحيه الثانيه. وكده عملت شكل جديد من اشكال الايه؟ من اشكال الجوين او اوبريتور جديد بيقارن تو تيبلز ببعض، مش بيقارن ايه؟ تو ليست اوف فاليوز. فجاب لي مين؟ جاب لي فاروق ابراهيم وعوض خليل. يبقى فاروق ابراهيم وعوض خليل الاثنين دول هم اللي ايه؟ هم اللي هتلاقيهم مانجرز في الـ في الديبارتمنت صح؟ يعني عشان نتاكد ان الكويري بتاعنا جايب نتيجه 100%. لو رجعنا كده اصلا هو النتيجه كانت طالعه ماشي. عايزين بس نسيب الهيستوري ده احسن نبعد. سيب بقى. ما يدور. هو ده كويري واحد. ده كويري واحد اسمه صف كويري. مش بسبب صف كويري تعملها جوين. يبقى انت جبت من كام تيبل اصلا؟ موضوع منتهي. اعمل انت طالما طلعت بره تيبل واحد الموضوع انتهى. بالنسبه فانت خلاص دخلت في موضوع يا اما انا هشتغل باكزيست يا اما هشتغل بجوين ملهاش حل. خلاص انا في عندي اكتر من تيبل فالموضوع انتهى. انا كنت عايز اعمل ايه؟ لا كنت بشوف ال كنت عايز اعمل كده وعامل جو وقول الناس دي اللي جات لي اللي هم عوض وفاروق الاثنين هم اربع وحيد اربع اثنين صح؟ فلو انا جيت عرضت اللي في الديبارتمنت كده وخلاص كله الاقي ان المانجر كانوا فعلا هم اللي الاربع وحيد والاربع اثنين هم دول فعلا اللي بيقولوا لي برضه كانها كنتيجه ايه؟ كنتيجه جوين معايا. طيب حد يعرف يعملها باسلوب ثاني من اللي احنا اخدناه؟ والله بسيط خالص. انا لو جبت ارقام المانجرز اللي عندي فالموضوع بقى محلول. انا طبعا احنا دلوقتي بيحل ايه؟ بيحل الفكره. هفهمكم يعني ايه الفكره؟ مش بنحل البديل عن الاكزيست. الاكزيست بتعمل حاجات برضه مش موجوده في الانك. هو بيحل نفس بيجيب نفس النتيجه بتاعت نفس الاكزامبل اللي فات بس. فاهم؟ نفس النتيجه بتاعت نفس الاكزامبل اللي فات بس. لكن مش بديل للاكزيست. لكن لو احنا كده فكرنا في اللي هو السؤال اللي انا سالته، قلت لكم لو انا عايز اجيب نفس النتيجه بس باسلوب اخر. هو كان سؤالي كده صح؟ لو عايز اجيب نفس النتيجه باسلوب اخر. لكن مش معناها ان انا اجيب بديل للجمله ذات نفسها، دي بتعمل حاجه ودي بتعمل حاجه ثانيه. ايه؟ مختلفه عن مين؟ عن اكزيست. حتى اصلا في مقارنه الايه؟ في مقارنه البيانات بتاعتها. فالجمله البديله احنا جبنا كل المانجر اي دي، فطبيعه الحال النتيجه اللي هتبقى راجعه لي هي عباره عن اربع وحيد اربع اثنينات. صح ولا لا؟ اللي هم القسم الاولاني كان المانجر بتاعه اربع وحيد والقسم الثاني كان المانجر بتاعه اربع ايه؟ اربع اثنينات. خلاص خلصت. فاكيد قلت لك هات بقى الاسم والتيتشر اي دي ومش عارف ايه لما يكون التيتشر اي دي موجود في الايه؟ في اما اربع وحيد يا اما اربع اثنينات. فيبدا يجيب لك نفس الايه؟ نفس النتيجه. طب انه الاسرع؟ طب نجرب الاولانيه بس عشان نشوفوها ان هي شغاله وبعد كده نتكلم عن انه الاسرع.
ثواني بس، الاعتقاد هتعتقد ولا لا اعتقد؟ تعتقد؟ تمام. لو جينا جربنا كده، جاب لي مين؟ جاب لي الاثنين، كلام واضح. طيب نرجع بقى نتكلم في ايه؟ هو ليه رأي؟ اتفضل. كجوين بيحصل ازاي؟ هو فعليا بيجيب لك الليسته كلها قدامه قدامه والليسته الثانيه كلها قدامه. خلاص؟ ويبدا يمسك تيشر ادي هنا ويبدا يقارنه بكل الايتمز اللي موجوده في الليسته الثانيه. خلاص؟ وبعدين يشوف الريكورد ده معاه ولا مش معاه، يمسك الثاني ويقارنه بكل الليسته اللي موجوده الثانيه قدامه وهكذا. خلاص؟ فهو في الحاله دي فعليا عشان يقدر ينفذ الموضوع ده، هو بيجيب الليسته الاولى وبعد كده بيجيب الليسته الثانيه وبعد كده بيقوم بعمليات الايه؟ عمليات المقارنه. حتى لو عملها ايه؟ انه جاب ايتم بس وبدا يقارن وجاب ايتم ما هي هي برضه في الاول وفي الاخر، صح ولا ايه؟ في الاول وفي الاخر هي كلها هيبدا يقارن الليسته بالليسته بالكامل. طيب اللي تحت بتاع ان مش كده، مش كده خالص. تمام. هو عمل ايه؟ هو راح فلتر على طول اللي ايه، جاب لك المانجرز، فجاب القيم اللي موجوده في المانجرز وخلصنا. تمام كده؟ وبعد كده عمل ايه؟ جاب لك كل البيانات وشغل اوبريتور مقارنه. بس هنا بقى مش بكل الليست في كل الليست. طب في المثال ده هو كل الليست عشان انت جايب سيلكت اس، مفيش وير في الجو في اللي جوه. فهو جايب كل كل الليست كلها، بس هو تخيل ان اللي جوه اصلا كان بيفلتر على حاجه واحده، يعني جايب مجموعه من البيانات مش جايب كله. لا لا لا، انا بتكلم بس ان ايه، مش دي القضيه. ما برضه الشرط ده، ما هو الشرط ده معناه ان هو بيفر كل ريكورد ويشوفه ايه ينطبق ولا ما ينطبقش، ما هي نفس الفكره يعني في الاخر. انا بتكلم على ايه؟ على ان ده جاب له لسته بس خلاص انتهى الموضوع، بقى اللي فوق بيقارن المقارنه العاديه، ما بقاش بايه، بيبدا يجيب كل ريكورد مع كل ريكورد الناحيه الثانيه. تمام. وحجم البيانات المسترجعه في الميموري في الان اصغر برضه، اصغر برضه من الاكزيست. ليه؟ لان انا هنا بضطر اجيب التيبل كله واشتغل عليه واربط تيبل بتيبل، فانا في الميموري كمان بحمل داتا اكتر. خلاص هنا لا، انت رجعت لي ايه؟ رجعت لي بس الايه؟ القيمه اللي انا عايز اشتغل عليها وبدات اقارن. فبرضه هنا لان هتبقى بالنسبه لك ايه؟ هتبقى بالنسبه لك في البرفورمانس احسن. تمام؟ طيب ده حل من الحلول. انت بس افتكر بس وانا بنادي اسميكم تبقى تقول لي اسمك عشان تاخد الحسنه بتاعتك اساسا.